تستعد مملكة البحرين ممثلة في معهد الإدارة العامة بيبا لتنظيم المؤتمر الدولي المشترك بين شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينابار والجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة أياسيا، والذي تستضيفه دولة فلسطين برعاية كريمة من فخامة السيد محمود عباس رئيس الدولة في الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، مرحبا به. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا أخوي، وعيدكم مبارك. كل عام وانت بخير. دكتور، لا شك يعني قرار إقامة المؤتمر في دولة فلسطين يعد خطوة حقيقة جريئة، يعني أبعاد هذا القرار على الصعيد الإقليمي والدولي كيف تراه؟ أخي الكريم، إحنا بنينا مع أخواننا في دولة فلسطين معهد الإدارة العامة عندهم، واللي هو يتبع حق ديوان الموظفين العام، وشاركت بنفسي في مؤتمرين سابقين في فلسطين وكانوا من أنجح المؤتمرات. ومن خلال هذه المؤتمر حقيقة نسعى لبناء قيادات بحثية وعلمية معاهم في مجال الإدارة العامة. المؤتمر حقيقة يتميز لأن أوراق العلمية المحكمة اللي موجودة فيه تحت عنوان إدارة الحكم والحكومة تحت الضغوط والإشكاليات. فلما الواحد يشتغل بالعمل المبني على العلم نستطيع أن نبني دولة فلسطين. نعم. وإذا ما نقدر نخطط ما نقدر نتحرك، ما نقدر نستعيد الأقصى بإذن الله يا رب إن شاء الله. علينا إحنا نزرع، إذا ما كان الحصاد عندنا في حياتنا فبإذن الله إن شاء الله في حياة ذرياتنا بإذن الله. نعم دكتور، المؤتمر يقام بالتعاون مع الجمعية الدولية لمدارس ومعهد الإدارة أياسيا، يعني ما الذي سيعطيه هذا التعاون من تميز على قضايا الإدارة العامة العربية يعني والبعد الدولي لها؟ تسلم. حقيقة سؤال مهم، لأن الجمعية الدولية هي أكبر منظمة دولية تهتم في بناء معاهد الإدارة العامة في العالم، وصيت بيبا معهد الإدارة العامة في البحرين وشبكة مينابار اللي اشتغلنا عليه وكانت المبادرة من البحرين، خلى المنظمات والمنظمة هاي بالذات تطلب المشاركة معنا في المؤتمر في فلسطين. وخلال ذلك صار هذا الموضوع خلال زيارة رئيس المنظمة إلى البحرين ومشاركته معنا في برنامج ماجستير الإدارة العامة. التوجه نحو العالمية يعطي بعد جديد لموقع البحرين، لدورنا في الإدارة العامة، لما يمكن أن احنا نرسمه مع بعض، احنا مع أخواننا وشقائنا في الوطن العربي بالإضافة إلى المجتمع الدولي. نعم دكتور، برأيك يعني كيف يسهم هذا المؤتمر بشكل خاص وشبكة مينابار بشكل عام في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، يعني سواء في مملكة البحرين أو في الوطن العربي؟ مهم جدا أن احنا كل شيء نسويه نرى يعني ونشوف وين الفائدة المباشرة للبحرين. نعم. والحمد لله رب العالمين، بطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، هم نفسهم يطلبون أن نعقد في المؤتمر حلقات نقاش عشان نخلق منظومة لبيوت الخبرة Think Tanks اللي في منطقة الوطن العربي. يبونا كبيفا وشبكة مينابار أن نكون أحد المحاور الأساسي في هذه المنظومة. هذا الجهد المتواضع مع الميزانية المحدودة للبحث العلمي استطعنا أن نجعل مملكة البحرين محط أنظار العالم ولله الحمد. نعم. بل أكثر من ذلك، تلقينا طلب من جامعة غرناطة مثلا، هي أحد الجامعات العريقة في أوروبا، في إسبانيا، لتنظيم مؤتمرنا العام القادم اللي هو اليورو مينا 2. يبين هذه حجم الثقة الدولية التي يعني حظيت بها مملكة البحرين سواء كان في معهد الإدارة العامة بيبا أو في شبكة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. نعم، سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك.